بنكمل كلامنا مع الجزء الثاني في الفيديو رقم 8 عن الفاير وول. كنا وقفنا عند السباك. السباك زي ما قلت لك هو ده الشكل بتاعه او ده شكل الكونفيجريشن بتاعه. كل اللي بعمله ان انا باجي على الانترفيس بتاعه الراوتر بتاعي او اللي هو اللي انا خليته فاير وول، وببتدي بعد كده اعرف له اكسس ليست اللي هي انبوت والاوتبوت وبتشتغل ازاي. او يمكن انت ممكن تلخص الخطوات دي في اربع خطوات بالظبط. اول حاجه بقول لك لما تيجي تعمل له كونفيجريشن للسباك الكونتست كونتكست بيزد اكسس كنترول، بتعمل اول حاجه الانترفيس بتاعك اللي انت هتختاره، وبعد كده بتعمل عليه الاكسس ليست، بعد كده بتعمل حاجه اسمها انسبكشن رول. دي الاضافه الوحيده عن الاكسس ليست، ان انت هنا في السباك بتقول انا عايزك تعمل انسبكت عن الباكتس اللي داخله دي. وبعد كده بطبق الاكسس ليست ديت او الانسبكشن اللي انا عملته بطبقه على اي انترفيس. اوكي ده بالتفصيل. انا قلت دلوقتي خلاص عندي هنا سين الشبكه بتاعتي فيها تو انترفيسز، فانا دلوقتي عندي سيريال وعندي هنا في انترفيس تاني داخلي. فقلت مثلا خلاص انا هطبق الاكس ليست هنا او اطبق السباك كونتكست على السيريال واحد، او لو انا الشبكه بتاعتي فيها ثلاثه انترفيس هقول انا عايز اطبقه مثلا على ايثرنت 0 اللي هو موجود هنا. اوكي بعد كده بطبق الاكس ليست بتاعتي بكتبها عادي جدا سواء كانت الانترفيس ده او الانترفيس ده. بعد كده لما اجي اطبق الاكس ليست بتاعتي بعمل حاجه تانية قبلها اسمها الانسبكت رول. بدخل جوه الجلوبال كونفيجريشن مود بقول له اي بي انسبكت نيم، عايز اعمل انسبكت على البروتوكولات كذا وكذا وكذا. ده مثال ليها. انا دلوقتي دخلت على الانترفيس بتاعي 0 على 1 قلت له عايز عملت الاكسس جروب بتاعتي والانسبكت اتجاه بتاعه ان والاكسس ليست بتاعتي انا كاتبها. يمكن انا بجري فيه بسرعه او هو ما يهمنيش عشان ده كان تكنولوجيا قديمه وخلاص ماتت في سيسكو، انت ما عادش مطالب بيها. كل مطالب بيه حاليا بعد كده هو الزون بيزد فاير وول. يمكن ده الموضوع الاساسي اللي عليك في سي سي ان سكيورتي، وانت المفروض تطلع بيه بالكورس بتاع سي سي ان سكيورتي في جزء الفاير وولز تكون عارف كويس جدا الزون بيزد فاير وول شغاله ازاي. ويمكن ده هتلاقي عليه سؤال عندك في الامتحان، السؤال ده لاب عندك لاب في الامتحان. سؤال مشهور جدا بيجيب لك الزون بيزد فاير وول ويقول لك انا عايزك تعمل لي فاير وول رولز بنفسك او بايدك. هنا في الزون بيزد فاير وول عندي ده الراوتر بتاعي، يمكن اكتر حاجه مشهور بيها الزون بيزد فاير وول اللي هو دايما بيقسم الراوتر بتاعي اللي عباره عن شويه مناطق. عندي هنا الشبكه بتاعتي الداخليه بسميها برايفت او بسميها الانسايد زون. عندي هنا الشبكه الخارجيه بتاعت اللي هي انترنت بسميها الاوتسايد زون. عندي هنا في بعض السيرفرات اللي تهمني زي مثلا سيرفرات الويب سيرفر، سيرفرات الميل، سيرفرات الاف تي بي. ما ينفعش السيرفرات دي ادخلها عندي جوه في الانترنت عشان هي كده كده لازم تكون كونكتد بالانترنت 24 ساعه. في نفس الوقت ما ينفعش تبع الانترنت انا دلوقتي مش هخلي اليوزرز بتوع البرايفت يطلعوا لها. فعشان كده بقول لك احنا بنجيب منطقه اسمها ديميلترايزد زون او الترجمه الحرفيه بتاعتها منطقه اسمها منطقه منزوعه السلاح. عندي منطقه فبحط فيها السيرفرات اللي هي محطوطه وسيطه ما بين الانترنال نتورك وما بين الاوتسايد نتورك، يعني هم شغالين مع اللي جوه وشغالين مع اللي بره. فسي دلوقتي مثلا لو بيجي لك ايميل، الايميل جاي لك مثلا من بره من الانترنت، اول ما بيجي لك ايميل من بره بيروح على طول هنا على الويب ميل اللي عندك او الميل سيرفر، وبعد كده انت كبرايفت بتروح على الدي ام زي بتقوم واخدها منها. احسن بكتير من انك كنت تخليك انت كبرايفت تطلع بره على الانترنت طبعا عشان كان فيها مخاطر كتير. اوكي هنا بيقول لك ايه المزايا بتاعت الدي ام زي عن ايه المزايا قصدي بتاعت الزون بيزد فاير وول عن الباكت فلتر فاير وول او الفاير وول العادي. اول حاجه دلوقتي قال لك ان الزون بيزد فاير وول ما عادش بيعتمد على الاكسس ليست، ما عادش انا بكتب اكسس ليست خلاص، ما عادش لازم عندي يكون في حاجه اسمها اكسس ليست بتطبق على الانترفيس واكسس ليست موجود فيها كام سطر. اوكي كل اللي بعمله دلوقتي انا بقى ممكن اقفل خدمات. يعني دلوقتي في الزون بيزد فاير وول من اهم الخصائص بتاعته ان هو ممكن يطلع لحد الابلكيشن لاير، يعني ممكن اتحكم في اي حاجه انت بتفتحها في الابلكيشن لاير على عكس الباكت فلتر او على عكس اكسس ليست. الاكسس ليست كان اخرها تلعب لحد الترانسبورت لاير، تلعب لحد السيرفيس بتاعتك اللي انت هتفتحها والبورت بتاعها. انما هنا ممكن في الزون بيزد فاير وول ان انا اقول لك برامج اللي تفتحها، زي مثلا ما ينفعش تفتح مثلا برنامج البيت تورنت، ما ينفعش تفتح الاي دونكي، ما ينفعش تعمل برامج مثلا الفايرفوكس انترنت اكسبلورر. دلوقتي دخلت لك في الابلكيشنز او بتسميها الثيرد بارتي ابلكيشنز، ازاي تستخدمها وازاي ما تستخدمهاش. اوكي هنا بقول لك الديزاين بتاع الزون بيزد فاير وول بتاعي ممكن يتقسم اكتر من شكل. زي ما قلت من شويه ممكن تكون شبكه انسايد وشبكه اوتسايد، فدي بسميها زون ودي بسميها زون. زون يعني منطقه، دي منطقه داخليه ودي منطقه خارجيه. ممكن يكون في عندي بابليك سيرفرز اللي هو الشكل ده، ممكن يكون عندي هنا شبكه داخليه وعندي شبكه خارجيه، وفي هنا بيراميتر في النص اللي هو زي الدي ام زي، بس في الحاله دي هو هنا استخدم اتنين راوترز.
ممكن يكون في عندي redundant firewall، في عندي اكتر من firewall، ممكن يكون عندي complex firewall ان هي الشبكة بتاعتي كل internal network عندي حاطط لها firewall. وطبعا دي كل ما الفايرولز عندي بتزيد كل ما بتزود التكلفة بتاعت الشبكة كلها. اوكي، هنا الاكشنز اللي انت بتاخدها على الكونتكست بيزد فايرول. يعني انت هنا في الفايرول بتاعك هنا في الزون بيزد فايرول، احنا هنا كنا بنقول في الباكت فلتر كنا بنقول يا اما بنعمل حاجه من حاجتين، يا اما بعمل بيرميت يا اما بعمل ديناي. اوكي، هنا دلوقتي بقول لك في هنا انواع تانية من الاكشنز انت بتاخدها على الباكتس اللي بتعدي في الزون بيزد فايرول. خلينا ناخدهم من تحت لفوق. اول واحده اسمها باس. الباس ديت بالظبط بتقابل البرميت اللي كان موجود في الاكس ليست، فدي ما فيش فيها حاجه جديده. في عندك حاجه تانية اسمها الدروب، والدروب ديت بتقابل الديناي في الاكس ليست ان انا بوقع الباكت. في عندك بقى انسبكت، ودي اهمهم وديت الجديده عليك. لو انا دلوقتي في عندي باكتس عملت لها انسبكت، ده معناها ان انا بقول لهم يا جماعه انا فاكركم. يعني دلوقتي لو انت بتفتح سيشن زي ستيتفول كده، لو انت بتفتح سيشن، السيشن بتاعتك ديت حتى الان لسه ما انتهتش، فانا كفاير وول انا مراقب السيشن بتاعتك ديت لحد ما اول ما تنتهي هقوم انا قافل الباب وراك. انما دلوقتي كان في الباص انا بعديك بس ما يهمنيش انت ترجع لي ولا لا. دروب بوقع الاتصال. في الانسبكت كنت بقول لك دلوقتي سي ان انت دلوقتي بدات السيشن بتعمل شات مع واحد بره الانترنال نتورك، فانت دلوقتي فتحت السيشن مع الفاير وول، الفاير وول بيعديك، الفاير وول عمره ما هيتقفل طول ما في كلام رايح جاي ما بينك وبين اللي بره. زيه زي بالظبط بتفتح صفحه ويب، صفحه الويب بتاعتك هتفضل شغاله على طول، انا مش هقفلها. اوكي، طب انا دلوقتي لو حبيت اعمل الزون بيزد فاير وول اعمله بايدي، اعمله ازاي؟ في السي سي بي. هنا الزون بيزد فاير وول ليه شويه شروط. اول حاجه بقول لك عرف الزونز بتاعتك. يعني دلوقتي سين عندي الراوتر بتاعي انسايد واوت سايد، عندي شبكه داخليه وشبكه خارجيه، فلازم ادخل على الراوتر بتاعي بقول له دي الشبكه الداخليه ودي الشبكه الخارجيه. فانا بقسم الراوتر بتاعي لعباره عن شويه مناطق، اقول له المنطقه دي موثوق فيها والمنطقه دي مش موثوق فيها. تاني حاجة بعرف للراوتر بتاعي او للاي او اس فاير وول بتاعي، بعرف له حاجة اسمها الكلاس ماب. ان انا بقول له يا راوتر انا دلوقتي هبتدي اكتب لك على شوية شروط، الشروط ديت انا عايزك تطبقها. انت دلوقتي هتشتغل كفاير وول، انا عايز مثلا لو الاي بي الفلاني فتح اللي هحطه مثلا هخليه يفتح السيرفيس الفلانية، والاي بي الفلاني هخليه يفتح السيرفيس الفلانية، والاي بي التالت هخليه يفتح السيرفيس الفلانية. فانا دلوقتي بعطي له زي شوية رولز او قواعد الاي او اس فاير وول بتاعي يشتغل عليها. اوكي، طب في عندي حاجه تانية اسمها البوليسي ماب. دلوقتي يا اي او اس انا من شويه مش كنت معطيك شويه قواعد او شويه رولز تطبقها؟ انا دلوقتي بقى في البوليسي ماب بتاعتي بعطي لك الاكشن اللي انت تنفذه عليها. يعني دلوقتي في حاله الرول الاولاني قلت لك مثلا احمد سلطان يعدي يفتح الاتش تي بي. اوكي، انا دلوقتي قلت لك مثلا احمد سلطان ما يفتحش، احمد سلطان تعمل له انسبكت. فانا دلوقتي هنا في البوليسي ماب بطبق الاكشنز اللي كانوا هنا. كويس، اخر حاجه عندي بربط الزونز ببعضها. يعني دلوقتي قلت لك عندي شبكه داخليه وشبكه خارجيه، اخر حاجه بقولها يا راوتر، يا راوتر انا عايزك بقى لما في حد يجي يطلع من الشبكه الداخليه الانسايد يطلع على الشبكه الاوتسايد، انا عايزك تنفذ لي البوليسي والكلاس ماب اللي اسمهم كذا. كويس، يعني بالظبط دلوقتي زي عندي شويه مكعبات هقعد اعملهم مع بعضهم. اول حاجه هعرف الزونز بتاعتي، وليكن مثلا في المثال ده هقول عندي زون برايفت وعندي زون انترنت. بعد كده بعرف حاجه اسمها كلاس ماب، ان انا باجي هنا في البرايفت بكتب له شويه رولز او شويه قواعد عايز انفذها. باجي بعد كده على البوليسي ماب بقول القواعد بتاعت ريت وهي بتتنقل في الزونز انا عايز يتطبق عليها ايه، هل يتعمل لها باص ولا دروب ولا انسبكت. اخر حاجه خالص هربط بقى البوليسي بالكلاس بالزونز. يعني هقول بقى طب لو هو مثلا عايز يطلع من البرايفت للدي ام زي، انا عايزك تطبق الكلاس اللي اسمها كذا والبوليسي اللي اسمها كذا. اوكي، الكلام ده كله هنشوفه مع بعض حالا. خلينا اول حاجه نشوف الكلام ده على السي سي بي، وبعد كده نبقى نرجع نكمل الباقي. بفتح اول حاجه الجين 3 بتاعي. الجين 3 انا كنت راسم فيه توبولوجي من شويه، يا دوب رسم كروكي بس. اوبن زون بيزد فاير وول. كويس، كل اللي عملته ان انا عندي راوتر، الراوتر بتاعي ده هو اللي هيكون الاي او اس زون بيزد فاير وول. الراوتر بتاعي فيه عندي شبكه داخليه اللي هي ده موجود فيها الجهاز بتاعي انا، اللي هو المفروض الجهاز ده بتاع احمد سلطان. خليني اظهره تاني، خليني اغير اسمه احمد سلطان، ده الجهاز بتاعي.
وهنا على الراوتر عنده فينا انترفيس تاني. خلينا نشوف الانترفيسز عنده. الانترفيس فصل السنة 0 الواحد موجود عنده الشبكة الخارجية اللي هي الانترنت. وفي عنده هنا الشبكة تالتة داخلية ما بين الداخلية وبين الخارجية اسمها الدي ام زي. ممكن في حالات كتير مش لازم الدي ام زي بتاعت دي تكون موجودة, بس ده دلوقتي باغلب اغلب الكيسز بتاعت الفايروول انت بيكون عندك اوريدي منطقة دي ام زي. كل اللي بعمله دلوقتي انا بشغل الراوتر بتاعي. خليني ادخل جوه الراوتر كونسول. الراوتر بتاعي مفيش اهوت فاضي خالص من الكونفيجريشن. خليني دلوقتي اجي على كل انترفيس من الانترفيس بتاعت الراوتر اعطي له اي بي. يعني دلوقتي انا عندي هنا الراوتر بتاعي شايل 3 شبكات. عندي هنا انترفيس 0 على 0 شايل الشبكه اللي هي 1 0, وعندي هنا انترفيس 0 على 1 شايل الشبكه اللي هي 41 42 246 133, وعنده هنا على الدي ام زي شايل الشبكه اللي هي 10 3 0 سلاش 24. اوكي, فخليني دلوقتي اكتب له الكلام ده. خلينا هنا دلوقتي اقول له شو اي بي انترفيس بريف. عندي هنا انترفيس فاضيه خالص اهيت. خلينا نمسكهم انترفيس انترفيس. خلينا اقول له كونفيجريشن تيرمال, عايز ادخل انترفيس اللي اسمه فاست ايثرنت 0 على 0. الاي بي بتاعه 192.168.220 255 255 255 0. بعد كده بقول له نو شت داون. اوكي, طلعت بره. باجي على الانترفيس اللي هو الثاني 0 على 1 انترفيس فاست ايثرنت 0 على 1. بقول له انا عايز اعطي له الاي بي اللي هو 41.42 اي بي ادرس 41.242.236 246. طبعا 246 ديت ما تستغربوش عشان ده مفروض ده اي بي خارجي. ده اي بي خارجي اللي هو اللي انا واخده من تي داتا, ده اللي مربوط فيه بتاع الاي اس بي. واخر اي بي هنا بتاع الجهاز نفسه اللي هو 134.134 وثبت اللي موجود فيه 255 255 255 0. وبعد كده بقول له نو شت داون. اخر انترفيس عندي عايز اشغله اللي هو الانترفيس ده اللي هو 1 على 0 واخد اي بي دوت 1. باجي ارجع اقول له بعمل ده اكزيت انترفيس فاست ايثرنت 1 على 0 1 على 0 اللي هو ده, واخد اي بي من الشبكه اللي هي 10 3 0. فبقول له اي بي ادرس اي بي ادرس 10.001 الشبكه 255 255 255 0. وبعد كده بقول له نو شت داون. خليني دلوقتي اعمل شو اي بي انترفيس بريف عشان اتاكد اوت عندي كل الانترفيس بتاعتي اب كويس. فدلوقتي عندي الراوتر بتاعي هو كان بالمناسبه 1690. دلوقتي وصلت عليه شويه انترفيسز, فدي عندي شبكه داخليه, دي عندي شبكه خارجيه, دي عندي شبكه دي ام زي. دلوقتي انا عايز اهيئ الراوتر بتاعي بقى للاتصال بتاع ال HTTP او الاتصال بتاع SCCP. فبدخل جواه بقول له IP HTTP server, بقول له حاجه كمان ان انا عايز اعمل يوزر نيم اسمه احمد سلطان, البريفليج بتاعته 15 وهو داخل بالسيكريت بتاعه سيسكو. اوكي, دلوقتي انا خلاص ما عدتش محتاج دول في حاجه. بروح دلوقتي على SCCP هيفتح, بقول له الاو. فتح معايا على طول اهوت. دلوقتي اول سؤال هيساله لي يقول لي دخل لي الاي بي بتاع الراوتر او بتاع الديفايس اللي انت عايزني اعمل له عمليه اداره او اعمل له عمليه مانجمنت, اللي هو الراوتر بتاعي اللي كان موجود هنا في جينيس 3 اللي انا هطبق عليه الفاير وول. انا دلوقتي بما ان ده الجهاز اللي انا فاتح من عليه السي سي بي, فانا دلوقتي بعمل الاي بي بتاع الراوتر قصاد اللي هو دوت 220 اهو. يمكن ده كان موجود من الجزء الاولاني بتاع الفيديو 220 احمد سلطان سيسكو. وبقول له هنا ديسكفر اول, وبعد كده بقول له اوكي. هنا بيبتدي يعمل له عمليه ديسكفرنج. لو جيت انا على الديسكفر ديتيل زي ما قلت لك عشان تشوف عمليه الديسكفري ماشيه ازاي او الخطوات بتاعتها ماشيه ازاي.
خلاص هو قدامي هنا بيقول لي عملت ديسكفر دي. خلاص باجي هنا على الراوتر بتاعي اللي هو 220. لو جيت هنا على كونفيجر باجي بعد كده على التاب بتاع سكيورتي عشان دلوقتي اشغل الراوتر بتاعي اشغله كانه فاير وول. باجي على التاب بتاع فاير وول باجي هنا بختار منه فاير وول. اوكي هنا بيقول لي انت عايز تعمل كرييت لفاير وول جديد، انت عايز الفاير وول بتاعك يكون بيزك يعني يكون فيه انسايد نتورك واوتسايد نتورك، ولا عايزه يكون في ادفانسد يعني فيه انسايد واوتسايد وفيه كمان دي ام زي. عشان كده لو تفتكر من شويه قلت لك مش لازم الدي ام زي دي تكون موجوده، بس اغلب الكيسز او السيناريوهات اللي انت بتشوفها او العملي نفسه في الشغل هتلاقي انت دايما بيكون في عندك اوضه السيرفرات انت هي مفصوله لوحدها في شبكه، فانت عايز تدخلها معاك على الفاير وول. لو ما عندكش ممكن تعمل بيزك. فخلينا كده نقول له البيزك مثلا، بعد كده بقول له launch the scheduled task. هنا بيطلع لي الويزرد بتاع هوت، بقول له next. بيقول لي دلوقتي انت في عندي ظاهر 3 انترفيسز، قول لي من الانترفيس الانسايد ومن الانترفيس الاوتسايد. خليني ارجع هنا لجينس 3. عندي هنا انترفيس 0 على 0 هو ده الانسايد الان زون، وعندي هنا الانترفيس 0 على 1 هو ده الاوت زون او الاوتسايد. فخليني هنا اقول له 0 على 0 ده الانسايد و0 على 1 هو ده الاوتسايد. وطبعا عندي الاخير ده انا مش محتاجه حاليا في حاجه، بعد كده بقول له نكست. بيقول لي خلي بالك ان انت عندك دلوقتي في ترافيك هيحصل ما بين زون ومش زون، بقول له اوكي. بيقول لي دلوقتي عندك الانترفيس بتاعك او الراوتر بتاعك ما بيدعمش السي ام اي او الكول مانجر اكسبريس بتاع الفويس، بقول له ماشي اوكي انا مش محتاجه نو. دلوقتي بيقول لي انت لازم يكون عندك تشغل مواد، خلي بالك مواد هتعرف تشغل الكونفيجريشن بروفيشنال سيسكو كونفيجريشن بروفيشنال مش هتعرف تشغله من انترفيس 0 على 1، اصل انترفيس 0 على 1 ده الشبكه الخارجيه. فانت دلوقتي كل مصلحياتك انت تشغل السي سي بي من الداخلي بس. ماشي بقول له اوكي انا عارف كويس قوي. هنا دخل بقى على الرولز اللي هو هيطبقها لي. دلوقتي بيقول لي انت عايز على البيزك فاير وول انت عايز تعمله، عايز تطبق عليه هاي سكيورتي ولا ميديوم سكيورتي ولا لو سكيورتي. هو الراوتر من نفسه هنا لو انت قلت له انا عايز مثلا اطبق اعلى حاجه في السكيورتي على الفاير وول، يعني انا دلوقتي هو طبعا الفاير وول باي ديفولت بيعمل ديناي لكل حاجه، يعني انت لو سبت الفاير وول بتاعك عملت له انستول وما اديتلوش اي رولز يعملها، ما فيش اي كلاس ماب ولا اي بوليس ماب يعملها، هو اوتوماتيك بيقفل كل حاجه. فهنا مثلا دلوقتي انا بقول له عايز اعمل له هاي سكيورتي، فخليني كده اعمل بريفيو للكوماندات، الكوماندات اللي موجوده جوه هنا الهاي سكيورتي لو انت طبقته لي. اوكي زي ما انت شايف اهوت، بيقول لك كل دي اوامر انا هبعتها للراوتر جاست، بس ان انت تقول لي انا عايز اطبق هاي سكيورتي. فانا كراوتر انا دلوقتي كشغال عادي انا كاي او اس فاير وول، انا فاهم ان اي فاير وول يكون سكيورتي بتاعته عاليه لازم يكون مطبق الحاجات دي. يعني انت بس جاست انت بتقول لي نيكست تو فينش انا هبعت الاوامر دي. طب لو حبيت اقول له انا عايز اعمل ميديوم سكيورتي، خليني كده اشوف الاوامر بتاعتها، هتلاقي الاوامر اقل شويه، في سيرفيسز مفتوحه على عكس اللي فات. يعني هنا دلوقتي بيقول لك انا عايز اعمل بارامتر ماب وعايز اعمل بوليسي ماب كذا وكذا وكذا، وعايز اعمل ماتش البروتوكولات ديت، يعني البروتوكولات دي تكون شغاله او مفتوحه، وفي بروتوكولات تانية هعملها ديناي. اوكي ونفس الكلام لو انا جيت على لو سكيورتي وقلت له بريفيو للكوماند هيجيب لي برضك الكوماندات اللي هو هيجي يبعتها في حاله لو انا اخترت لو سكيورتي، طبعا دي الكوماندات اقل. فخلنا حاليا كتجربه بقول له انا عايز اعمل هاي سكيورتي، بقول له نيكست. دلوقتي بيقول لي لو في عندك دي ان اس سيرفر اعطيني العنوان بتاعه، مثلا خليني اعطي له الدي ان اس سيرفر الحقيقي بتاع جوجل، بقول له مثلا 4 8 4 4. بعد كده بقول له نيكست، بيقول لي خلي بالك كل الحاجات دي انا هعملها جاست انت تقول لي فينش انا هبعت الكلام ده كله للراوتر بتاعك ويتطبق عليه. اوكي ده كان بالنسبه لاول حاجه لو انا اخترت بيزك فاير وول. خليني اقول له كانسل واشوف ايه الاختلاف ما بينه وما بين الادفانسد فاير وول. كويس خليني كده اروح على الادفانسد فاير وول، بقول له انا عايز اشغله لانش، برضه هفتح لي الويزرد، بقول له نيكست. دلوقتي هنا ظهر لي ثلاث حاجات، بقول اه في الادفانسد انا هحتاج منك الانسايد والاوتسايد والدي ام زي. فهنا كنا قلنا في الانسايد عندي الفاست ايثرنت 0 على 0، عندي الاوتسايد 0 على 1، وكان عندي في الدي ام زي 1 على 0. اوكي بعد كده بقول له نيكست، بقول لي خلي بالك هنا الراوتر ده ما بيدعمش الكول مانجر اكسبريس، انت عايز تشغله ولا لا؟ فانا بقول له لا، وبرده بيطلع لي رساله تحذيريه بيقول لي خلي بالك انت مش هتعرف تفتح السيسكو سي بي من انترفيس خارجي، بقول له اوكي. دلوقتي هنا بيقول لي الدي ام زي بتاعتك اعطي له ايباهاتهم، يعني انت عندك هنا في الدي ام زي الديمليترايزد زون هي ديت زي بلوك كده في السيرفرات، فانا دلوقتي عايزك تعطي لي الرينج بتاع الايباهات اللي موجوده عندك. فخليني هنا ارجع للجينس 3 بتاعي، انا عندي هنا جي اس 3 كان عندي هنا في سيرفرين بس، السيرفر الاولاني الاي بي بتاعه 10.0.0.2 والسيرفر الثاني 10.0.0.3، وطبعا هم لازم يكونوا ورا بعض كتسهيلا ليك يعني. فانا مثلا بقول له عندي الدي ام زي بتاعتي
موجود عندي هوست 10 10 0 0 10 0 0 2 و 10 0 0 3. الخدمه اللي هيكون شغال عليهم هما الاثنين بيدعموا تي سي بي، بما ان الاثنين ده واحد اتش تي بي والتاني اف تي بي. السيرفيس بالظبط انا عايز اشغلها، السيرفيس اللي هتشتغل عليهم هتكون اف تي بي اوكي، وهتكون كمان خليني كده اقول له اتش تي تي بي. فين الاتش تي بي؟ اي حاجه زيها اتش تي بي اتش تي بي، خليني مثلا اقول اتش تي بي اس اوكي. بعد كده بقول له اوكي. بعد خلاص هم الوقت ظهروا عندي هنا اتنين، وبعد كده كل واحد فيهم ده شغال بكذا وده شغال بكذا. لا لا انا اسف، خلينا كده نرجع تاني نعمل ده ديليت ونعملهم تاني من الاول. انا دلوقتي كان عندي هنا اتنين انترفيس، فكان لازم اضيف كل واحد لوحده، معلش ما خدش بالي منها. انا عندي هنا اتنين سيرفر، فانا عايز كل واحد يضاف بالخدمه بتاعته. فانا هاجي هنا على السيرفر الاولاني اللي هو 10002، وهخلي الاند اي بي بتاعه برضه هو كمان 10002. حلو. باجي بقول ده شغال، بما ان ده شغال تي سي بي او شغال اتش تي بي، فهيكون تي سي بي، وبعد كده السيرفيس نفسها اتش تي بي. بحدد له السيرفيس بتاعتي، بعلمها من هنا، باجي اقول له اتش تي بي، او خلينا كده اكتبها الاول، هو بيرضى الكتابه اتش تي بي اوكي. هنا خلاص ضاف اول سيرفر، خلينا اضيف له السيرفر الثاني اللي هو 10 0 0 3، وبرضك الاند بتاعه 10 0 0 3 عشان اعرفه اللي هو واحد بس، هيكون شغال تي سي بي، وده الخدمه بتاعته هتكون اف تي بي اوكي. عملت عندي الاثنين سيرفرات اللي موجودين عندي في الدي ام زي، بعد كده بقول له نيكست. نفس الكلام بالظبط، دلوقتي بيقول انت عايز تطبق هاي سكيورتي ولا ميديوم سكيورتي ولا لو سكيورتي. فانا دلوقتي سي ان انا مثلا بقول انا عايز اعمل هاي سكيورتي، نيكست. دلوقتي بيقول لي اعطيني الدي ان اس بتاعك 4 8ات مثلا، عندي هنا الدي ان اس بتاعي الثاني 4 4ات، مركب له نيكست وبقول له فينش. دلوقتي بيقول لي الكونفيجريشن بتاعك هتتبعت على الراوتر، وبرده دلوقتي خلاص هتلاقي في سنه تهنيجه كده، وبعد كده هيطلع لك المسج او هيطلع لك الديالوج بتاع الديليفر كوماند تو راوتر، عشان زي ما قلت لك كنت مفعل خاصيه ان انا اشوف الاوامر الاول هنا من الابلكيشن، وجبت اخترت اوبشنز. فهتلاقي هنا ظاهر لي بيقول لي الاوامر اللي هتتبعت للراوتر هيكونوا كل دول، فانت عايز تبعتهم ولا لا. فانا بقول له مثلا ديليفر. دلوقتي هيقول لك انا حاليا هبعت للراوتر بتاعك 303 كوماند. فطبعا الكونفيجريشن ديت كتير، يعني انت تخيل انت بتعمل الكونفيجريشن ديت بايدك، بقى هتعمل 303 امر او 303 كوماند هتوصلهم للراوتر بتاعك. كل انا بعمله دلوقتي كان ان انا ازاي افعل الفايرول بتاعي اوتوماتيك على الراوتر. جاست انا عرفت الراوتر، قلت له عندي كذا انترفيس، كل انترفيس الاي بي بتاعه كذا، وانت يا راوتر من نفسك اعمل لهم عمليه ليرنينج وحطهم عندك في الفايرول اوكي. بعد ما اخلص الدايلوج ده هقول لك افرض طب انا لو عايز اعرف اعمل الكلام ده بايدي او مانيوال، خلاص خليني اقول له قال لي وقت سكسسفولي اوكي وفينش. دلوقتي هتلاقيك اوتوماتيك، انا كنت هنا في الكرييت، دلوقتي اوتوماتيك دخلت هنا في القايمه اسمها اديت برايفسي بوليسي. هنا بيبتدي يجيب لي ايه هي الرولز اللي اتطبقت. هنا بيقول لي في عندي حاجه اسمها سي سي بي بيرميت دي ام زي سيرفيس، في عندي دي اسمها بوليسي ماب. البوليسي ماب ديت الاتجاه بتاعها موجوده ما بين الان زون وموجوده ما بين الدي ام زي. هنا جايب لك تحت هنا، لو جيت هنا علمت هنا على اللي فوق ديت الحته اللي هي الرول فلو دايجرام، بيقول لك دلوقتي ده الراوتر بتاعي، ده الاتجاه، ده الان زون، وده الدي ام زي. طب افرض مثلا زي هنا نزلت على تحتها ديت حاجه اسمها السيلف تو اوت زون. السيلف ديت المقصود بيها الراوتر نفسه او الراوتر اتسلف. لو جيت هنا عندي على جين 3 هقول لك عندي هنا كل واحد ليهم فيه مسمى، الراوتر نفسه بنسميه سيلف او الراوتر ذات نفسه. عندي هنا الجهاز اللي على الشمال ده او الشبكه الداخليه بسميها الان زون، الشبكه الخارجيه بسميها الاوت زون، الشبكه اللي تحت بسميها الدي ام زي. الراوتر نفسه بسميه السيلف. اقول لك مثلا انا دلوقتي اتجاه الباكتس بتاعتي من الان زون للسيلف، او الاتجاه بتاعها من السيلف للاوت زون، او من السيلف للدي ام زي، او من الدي ام زي للسيلف. فانا دلوقتي اكن عندي اربع مناطق بحددهم بالظبط انا عايز مين اللي يكلم مين. يعني زي ما انت شايف هنا، قال لي دلوقتي البوليسي ماب بتاعتي بتطبقها ما بين مين وما بين مين. قال لي دلوقتي ما بين الان زون وما بين الدي ام زي، ومطبقه كمان ما بين الاوت زون وما بين الدي ام زي. طب خلينا ننزل على البوليسي ماب اللي تحت، قال لي متطبقه ما بين الراوتر نفسه وما بين الاوت زون. طب خلينا ننزل على تحت،
قال لي متطبقه ما بين الان زون وما بين الاوت زون. اوكي فانت عندك الاتجاهات دي كلها انت لازم بتحددها. دي اسمها الزون بير، دي احنا بنحددها كمان شويه مع بعض. اوكي طب خلينا نمسك البوليس ماب الاولانيه، موجود فيها ايه؟ موجود فيها الترافيك بيقول لي ان انا مثلا دلوقتي عندي الجهاز، اي جهاز بيروح لاي جهاز. يعني لو جينا هنا على ده مثلا بيقول لي متطبق فيها شويه زونز، خلينا كده بس نطلع بالسكرول فوق. هنا بيقول لي انا عندي هنا اي جهاز من الان زون ممكن يروح للاي بي 10.002 10.002 اللي هو شغال بال HTTP، واي جهاز من جوه من عندي بيروح ل 10.003. طب الاكشن اللي هم بياخدوه هم رايحين بعمل لهم انسبكت، يعني ده معناه ان لو في اي جهاز من عندي دخل من هنا من الشبكه الداخليه اللي هي بتاعت احمد سلطان ممكن عادي جدا يروح على الشبكه بتاعت الدي ام زي، ونوع الاكشن اللي هاخده عليهم هيكون انسبكت. ده اللي هي اتجاه ما بين الان زون وما بين الدي ام زي. كويس في عندي هنا حاجه تانية، عندي ما بين السيلف والاوت زون ممكن اخلي اي حد على الراوتر يروح لاي حد خارجي اللي يعمل الاي سي ام بي والتي سي بي واليو دي بي، وبرده هخليه يعمل انسبكت. طيب خلينا نيجي هنا الرول بتاعت الان زون الاوت زون، لو في اي حد داخلي يعني من هنا حاب يروح لاي حد خارجي، يعني لو في عند الايبهات ديت اللي هي البرودكاست لو في اي حد من هنا حاب يروح لاي حد بره خليه يعمل الاكشن بتاعه دروب، وكمان خد الرسائل لوج عنده حطها لي. نفس الكلام لو في اي حد هنا من لوكال لوب او اللوب باك حاب يروح لاي حد من اللي بره قول له دروب، لو في اي حد من الصبنات 10 قول له دروب، ولو في اي حد من الصبنات الخارجي حاب يدخل اي حد قول له دروب. اوكي كل دي حاجات جاهزه جاست انا بس قلت له يا راوتر انا عندي دي انترفيس داخلي وده انترفيس خارجي وده انترفيس دي ام زي وده الاي بي بتاعه كذا وده الاي بي بتاعه كذا وده الاي بي بتاعه كذا، فهو من الراوتر من نفسه عمل الكلام ده كله. الاسئله بتاعت الامتحان ان شاء الله لما تجيلك هتلاقي جايب لك السؤال في الاختيار يقول لك مثلا انا عندي في البوليس ماب اللي اسمها سي سي بي انسبكت، ايه هو الاكشن اللي متطبق؟ فانت بتقوم جايب هنا في تدور كده لحد ما توصل تقول اه سي سي بي انسبكت موجود اهي، الاكشن المتطبق فيها اسمه دروب، فتقوم رايح مختار له دروب. يقول لك مثلا في البوليسي ماب اللي اسمها كذا ايه هي الخدمات اللي موجوده فيها؟ يعني مثلا سينا قال لك في البوليسي ماب اللي اسمها الدي ام زي او البرميت دي ام زي ايه هي البروتوكولز المتفعله جواها؟ فانت بتروح تدور على الرسمه، طبعا انت بيكون ليك اكسس يعني انت عندك جزء عامل زي ما قلت لك هتكون انت اوريدي دخلت جوه سي سي بي، تقعد هنا في الرسمه اللي قدامك ده او في الشكل اللي قدامك ده تدور تقول اه هنا دي البوليس ماب اللي اسمها برميت دي ام زي، اه انا عندي بروتوكول مستخدمه اتش تي بي واف تي بي، فبتروح في الاختيار بتقوم معلم على اتش تي بي واف تي بي. اوكي ده كل اللي انت مطالب بيه كسي سي ان اي سكيورتي، انما لما انت تطلع للسي سي ان بي سكيورتي ان شاء الله هقول لك الحاجات دي كلها انا عايزك تعملها لي بايدك عن طريق الكوماند لاين انترفيس. طب خلينا اصلا هنا من شويه لو احنا كده جينا على الكوماند لاين قلت له يا راوتر وريني كده الكونفيجريشن اللي موجوده جواك، هتلاقي في كونفيجريشن رهيبه كونفيجريشن كبيره جدا اللي احنا كنا لسه بعتناها من الراوتر اللي احنا كنا لسه عاملينها ديليفر من شويه، شايف كل دي كونفيجريشن باي ديفولت الفاير وول بعتها هنا للراوتر بتاعي يخزنها جواه. فتخيل بقى انت الحاجات دي كلها انت هتفهمها حاجه حاجه ان شاء الله لما بتعدي المرحله بتاعت السي سي ان اي سيكيورتي. اوكي خلينا نرجع تاني. طب انا دلوقتي خلاص فهمت الدنيا ماشيه ازاي، انا عايز اعمل دلوقتي بوليسي ماب بايدي، عايز اعمل كل حاجه انا دلوقتي بايدي، يعني دلوقتي سين واحد انا دلوقتي مش عايز ان انا اعمل ان زون او زون، عايز اعمل دلوقتي حاجه مفتكسه كده انا بعملها بايدي. طيب عشان نعمل الكلام ده خلينا نعمل الشروط بتاعتها مع بعض، خلينا نراجعها. اول حاجه اول حاجه عشان اعمل بوليسي ماب بايدي على الراوتر او اعملها مانيوال، يعني اول حاجه بشوف الزونز بتاعتي هل معمولها كرييت ولا لا، فبعمل كرييت زونز، ويفضل الكلام ده تكتبه ورايا عشان يكون في دماغك على طول، الورقه دي تكون موجوده معاك في جيبك في حاله لو انت عملت اي كونفيجريشن للزونز. يعني لو انت عايز اعمل كرييت للزون، يعني مثلا كانت الزون بتاعتي انسايد ولا اور اوتسايد اور دي ام زي، ولو حصل والزونز بتاعتك متكريتها فيبقى خير وبركه خلاص انا عديت المرحله دي. تاني حاجه بعملها بعمل كرييت للكلاس ماب، كلاس ماب او ايه هي الرولز اللي انا عايز احطها او هي الرولز يو ويش تو كونفيجر، بلاش وش انت طبيعي انت عايز تعملها فيبقى خليها يو وونت. ايه هي الاوامر اللي انت عايز تنفذها؟ بعد كده بقول لك
كرييت بوليسي ماب. ده الاكشن which affect the class map. طب دلوقتي بما انك انت انا حطيت لي شويه قواعد او شويه حاجات انت عايز تنفذها, طب في دلوقتي الحاجات اللي انت عايز تنفذها دي انت لازم تقول لي انا عايز دلوقتي اعمل لها باص ولا برمي ولا دروب ولا اعمل لها انسبكت, فانت بتدي لي الاكشن ايه. اخر حاجه بعملها بقول لك انا بختار الزون بير مين يتعامل مع مين. يعني سي دلوقتي انا كنت هنا في الكريت زون قلت له انا عندي عايز اكريت زون اسمها انسايد وعايز اكريت زون اسمها اوتسايد وعايز اكريت زون اسمها دي ام زي. عندي كلاس ماب بتعمل كذا كذا, الكلاس ماب ديت انا هخليها في البوليس ماب يتطبق عليها انها تعدي ولا ما تعديش. بعد كده في الزون بير هقول لك مثلا عايز اقول انا عايز من الانسايد تو اوتسايد. يعني دلوقتي البوليس ماب اللي انت عملتها لي واللي كان قبلها الكلاس ماب انت عايز تطبق على مين وهو رايح لمين, هقول لك من الانسايد للاوتسايد. اوكي, فدول اربع خطوات مهمه بعملها لما اجي اعمل مانيوال كونفيجريشن للفاير وول. وطبعا المانيوال كونفيجريشن هو مش عليك انت, مش مطالب بيه حاليا انت كسيستم سيكيورتي. عشان اعمل الكلام ده خليني هنا في التاب بتاع الفاير وول, باجي هنا على حاجه اسمها الفاير وول كومبوننت, باجي هنا على اول حاجه الزونز, بتاكد ان الزونز بتاعتي متكريته. اوكي, فانا عندي هنا في 3 زون, الان زون موجوده عندي على فاصل 0 على 0, وعندي الاوت زون موجوده على فاصل 0 على 1, وعندي الدي ام زي زون موجوده على فاصل سرنت 1 على 0, اللي هم هنا الثلاثه انترفيس بتوعي 0 على 0 و 0 على 1 و 1 على 0, هم خلاص اوريدي متكريتين فوفروا عليا الخطوه دي. تاني حاجه بعملها بروح على الكلاس ماب. عشان اروح للكلاس ماب باجي هنا على فولدر تحت اسمه السي 3 بي ال. اوكي, باجي هنا على الكلاس ماب, باجي بعد كده هنا على حاجه اسمها انسبكشن. انت لو تلاحظ هتلاقي كل دي كلاس ماب اوريدي كانت متكريته قبل كده وانت بتستخدمها على طول. طب انا دلوقتي لو عايز اكريت الكلاس ماب الخاصه بيا باجي هنا على كلمه اد, بقول له دلوقتي انا عايز اعمل كلاس ماب, الكلاس ماب دي اسميها ايه. سي مثلا دلوقتي نيجي هنا بقول له عايز اعمل كلاس ماب تعدي من الايه مثلا من الاف تي بي تعديه, او نقولها مثلا من الاس ام تي بي تعديه على الاف تي بي. يعني مثلا جاي لي هنا الترافيك بتاعي هيكون عباره من انترنت, جاي لي هنا باكتس مثلا تو دي ام زي, خليني مثلا اقول باكتس او تي اف باكتس تو دي ام زي. اوكي, خلينا ديت نسميها هي دي الكلاس بتاعتنا, لازم اعطي لها اسم. خليني اروح هنا هي فين اهو, بقول له انا عايز اعمل باكس تو دو ام زي. دلوقتي بقول لي انت عايز تسمح لحاجه معينه ولا لا, فانا مثلا بقول له انا عايز اسمح الباكتس بتاعه الاس ام تي بي بتاعه الايميل مثلا. حلو, بقول له اد. دلوقتي هنا بيقول لي في عندك حاجه اسمها الماتش, الماتش ان كونديشن ولا ال كونديشن, دي هتعرف فرقها اكتر لو خلينا مثلا نختار كمان بروتوكول. بقول له مثلا عايز كمان اعدي بروتوكول بوب 3, قلت له اد. لو قلت له ماتش اني يعني معناها لو في اي حد جاي لي من الاثنين دول سواء اس ام تي بي او بوب 3 عديه او نفذ الاكشن عليه. انما دلوقتي لو قلت له اول كونديشن يعني لازم الاثنين يكونوا جايين مع بعض, زي بالظبط اند واور. لو تفتكر بقول لك اند لازم يكون في عندي اثنين وحيد قصاد بعض عشان يطلع لي واحد, انما لو بقول لك اور ممكن يكون قدامي صفر وواحد ويطلع لي الناتج بتاعي واحد برضه. فخلينا مثلا هنا بقول له اني كونديشن. اوكي, الديسكريبشن بتاعه ممكن اقول له مثلا ماتش اس ام تي بي باكيتس اس ام تي بي اند بوب 3 باكيتس اللي جايه للدي ام زي سيرفرز. طبعا الوصف ده بيكون ليك انت بس انت ممكن ما تكتبوش. اوكي, انا دلوقتي خلاص عملت كلاس ماب بتاعتي, بعد كده بقول له اوكي. قلت له دلوقتي بيقول لي هنا الكلاس ماب بتاعتك ما ينفعش فيها مسافات, خلاص خلينا نقول له بين كل واحده والتانيه شرطه, هنا دي شرطه كده ودي شرطه. وخلي بالك الاسم ده لازم يكون بالظبط, يعني الكابيتال كابيتال والسمول سمول والعلامات دي بتفرق معاك عشان بيكون في عندك كلاسز كتير وكل واحده باسم.
فانا دلوقتي اول خطوه خلصتها خلاص، قلت له دلوقتي انا عايز اعمل كلاس ماب. الكلاس ماب ديت فيها 2 بروتوكول عايزهم يعدوا، واحد بتاع او عايز احطهم عندي هنا لسه كمان شويه في البولس ماب، هقول لك يعدوا ولا ما يعدوش، الاس ام تي بي والبوب 3. اوكي بعد كده بقول له اوكي، وبعد كده ابعت الاوامر ديت للراوتر، بقول لك دلوقتي انا خلاص اكن بالظبط دخلت جوه الراوتر، قلت له كلاس ماب التايب بتاعها بعمل لها انسبكت، بتعمل ماتش الاني باكيتس وده اسمها، بعد كده الديسكريبشن بتاعها ايه، بعد كده بتعمل ماتش الاس ام تي بي وماتش البوب 3، بعد كده بقول له ديليفر. اوكي خلصت من خطوه الكلاس ماب، على طول بطلع على البوليسي ماب. باجي على البوليسي ماب هنا على بروتوكول انسبكشن، وبقول له دلوقتي انا عايز اعمل بوليسي ماب. هقول له انت عايز تعمل بوليسي ماب على ايه؟ يعني طبعا دي كلها بردك بوليسيز ماب كانت اوريدي متكريته قبل كده. حلو، انا دلوقتي عايز اضيف واحده جديده، فبقول له عايز اعمل بوليسي ماب جديده اد، بقول له مثلا هسميها ترافيك تو دي ام زي، او الترافيك اللي داخل دي ام زي. كويس، عايز اسميها ديسكريبشن؟ لا مش لازم، بقول له اد. لما اجي دلوقتي اقول له اد، بقول له انا عايز اضيف لك بوليسي او كلاس ماب انا اوريدي كنت مكريتها. يعني لو تفتكروا قلت لك البوليسي ماب هي الاكشن اللي انا هاخده على الكلاس ماب، فانا دلوقتي مكريت كلاس ماب خاصه بي انا، فعايز اعطي الاكشن عليها، فبقول له هنا اد، وبقول له فين الكلاس ماب اللي انا عايز اضيف عليها الاكشن ده. فباجي هنا بقول له سيلكت ا كلاس ماب، وادور على الكلاس ماب اللي انا كنت لسه مكريتها من شويه، اهي باكس تو دي ام زي دي اللي انا كنت لسه مكريتها، بقول له اوكي. دلوقتي بيقول لي انت عايز ايه نوع الاكشن اللي اعمله عليها، هل اعديها ولا هل اعملها دروب ولا هل اعملها انسبكت. فانا مثلا بقول له لا انا عايزك تعمل لها باس واوكي، بعد كده بقول له اوكي، وهيود بردك الكوماندات ديت للراوتر بتاعه، بقول له ديليفر. كويس، انا دلوقتي خلاص كان الزونز عندي متكريته، عملت كلاس ماب، عملت بوليس ماب. دلوقتي اخر حاجه بقى بقول لك الكلاس ماب او البوليس ماب اللي عملتها ديت اطبقها بين مين ومين. فبرجع تاني هنا فوق على الزون بيرز، وبدلوقتي بضيف له بير جديده. انا دلوقتي قايل له انا عايزها تتضاف ما بين الانسايد للاوتسايد، فعندي هنا في حاجه فيها انسايد الان زون للاوت زون، او خلينا نضيف احنا واحده هنا بايدينا، بقول له اد، بقول له دلوقتي انا عايز الزون بير بتاعتي اسميها انترنت. طبعا ده اي ديسكريبشن ليها تو دي ام زي. طب انت عايز تجاهها بتاعها مين لمين؟ اقول له من الان زون للاوت زون، وعايز طبق البوليسي اللي اسمها ترافيك تو دي ام زي. تمام، بعد كده بقول له اوكي، بقول له اوكي. دلوقتي هنا بيقول لي ذا سيم سورس اند سند زونز كانت بي يوزد مور ذان وان بير. يعني دلوقتي بيقول لي البير اللي انت عايز تعملهم دول هم اوريدي كانوا متكريتين قبل كده، فانت عشان تعملهم لازم تمسح الاثنين اللي كانوا موجودين هنا. فانا عندي هنا الان زون الاوت زون، خليني اعمل لهم ديليت. اوكي، عشان ما ينفعش الزونز يكون موجوده فيها اكتر من بولسي ماب، لازم كل زون او على كل البير لهم واحده بس. خلاص ما عادش فينا ان واوت، خليني ارجع تاني اقول له اد، بقول له دلوقتي دي كانت عندي اسمها انترنت تو دي ام زي سيلف، بقول له من الان للاوت، وعايز طبق الترافيك تو دي ام زي، بعد كده بقول له اوكي وديليفر. خلاص وديهم للراوتر بتاعي، فهنا اتضافت عندي ايات. يبقى انا دلوقتي اخر حاجه معموله هي الدي ام زي بيرز، وكان قبلها كنت حددت له مين هم الزونز، وكنت قبلها حددت له ايه هي البوليسي ماب، وقبلها كنت حاطط له الكلاس ماب. فزي ما قلت لك كلها تعتبر زي مكعبات بتعملها مع بعضها. لو دلوقتي لو رحت على الخانه بتاعت الفاير وول وجيت هنا على اديت فاير وول بوليسي، دلوقتي هتلاقي البوليسي بتاعت اتطبقت هنا اهيت، اللي هي الترافيك تو دي ام زي. ودلوقتي قلت له انا عايز اي حد من جوه لاي حد من بره هيفتح الاس ام تي بي او البوب 3 اعمل له الاو، وده الديسكريبشن بتاعها. اوكي، طبعا الكلام فيه الى حد ما ممكن تلاقيه معقد او كومبلكس شويه، بس صدقني انت عليك كاسيس ان سكيورتي، انت حتى الان انت هو واجهه رسوميه بس، انما الصعوبه اكتر ان شاء الله هتشوفها او هتكون اخدت عليها لما توصل للجزء ان انت تكتبها بايدك او عن طريق السي ال اي. كويس، طبعا ده اللي احنا عملناه من شويه. برجع تاني قلت لك بعدهم لك ان احنا عملنا ديفاين للزونز، هم اوريدي كانوا معمولين. بعد كده عملت كلاس ماب بتاعتي، حطيت فيها البروتوكولات بتاعتي. بعد كده عملت بوليس ماب، قلت انا عايز اعمل ايه على البروتوكولات ديت، اعديها ولا اعملها انسبكت ولا اعملها دروب. بعد كده ربطت الزونز بتاعتي ببعضها، قلت من الان للاوت انا عايز اطبق الزون ديت.
هنا لو انت حاول تعملهم عن السي ال اي انا برضه جبتها لك هنا كشكل بسيط. بس قال لك اول حاجه انت هتكريت الزون عن طريق انت بتكتب حاجه اسمها زون سيكيورتي. لو انت عايز تعمل كلاس ماب بتقول له كلاس ماب والتايب بتاعها انسبكت، وبعد كده بتقول له هي بتعمل ايه. لو عايز تعمل بوليسي ماب، لو انت عايز تعمل الزون بير بتعمله. هنا الزون سيكيورتي لو انت بتكريت زون سيكيورتي انسايد، واديت له الديسكربشن بتاعها اللي هي انسايد نتورك. وهنا عملت زون تانية اسمها زون سيكيورتي سميتها اوتسايد، وقلت له الديسكربشن بتاعها ان هي اوتسايد. بعد كده دخلت على الكلاس ماب، قلت له عايز اعمل كلاس ماب بتعمل انسبكت اسمها فور اكزامبل. الكلاس ديت بتعمل اكسس جروب او بتعمل ماتش الاكسس جروب. يعني انا مثلا سين كان عندي اكسس ليست على الراوتر وعايزها بردك تيجي هنا في الاكسس في الكلاس ماب بتاعتي. قلت له كمان بتعمل ماتش للتي سي بي واليو دي بي والاي سي ام بي. بعد كده بطبق الاكسس ليست بتاعتي لو موجوده، عملت البوليسي ماب. بعد كده بقول الزون بير بتاعتي هم ايه. اوكي، طبعا الفيديو كان الى حد ما طويل، عايز تعمل بايدك كتير. لو في اي مشاكل انا موجود. هو الموضوع هتلاقيه في الاول بس صعب شويه، بس الموضوع الاساسيه وهتلاقيه موضوع اساسي عندك في الامتحان، وده لاب من ضمن اللابات اللي اي حد بتاع سيكيورتي لازم يكون عارفها. وفي نفس الوقت الدرس ده او الموضوع ده بيمهد لك الطريق في السيكيورتي بتاع الفاير وول. لو انت ان شاء الله عايز تكون فاير وول سبيشاليست، سيسكو فاير وول سبيشاليست، فانت اساسي لازم تكون درست المنهج ده كويس. دايما ضمن الفيديوهات اللي انا بنصح دايما اللي هي تذاكر او تتشاف مره واثنين وثلاثه لحد ما الفكره تيجي لك في دماغك. عندك الكتاب الاوفيشال بتاع سيسكو بريس، هتلاقي عليه الامثله هي هيها بالظبط، هيكون بالنسبه لك الموضوع اسهل ان شاء الله لما تشوفه. اشوفك في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.